بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أشرف الوزير الأول السيد يحيى الحدمين اليوم ببلدية كامورة التابعة لمقاطعة جروب ولاية العصابة على تدشين جسر كامورة المقام على طريق الأمل، وقد تم بناء هذا الجسر من الخرسانة المسلحة، ويتألف من 6 فتحات بطول إجمالي قدره 100 متر وبعرضه 7 أمتار ورصيفين بعرض 1 متر لكل منهما، مع مراعاة ضمان إمكانية مرور التوصيلات الكهربائية والألياف البصرية الناقلة لشبكات الاتصال. تم تصميم الجسر حسب المواصفات العالمية المطلوبة، وقد أنجز بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. واستمع الوزير الأول لدى تدشين الجسر من الفنيين إلى شروح تناولت أهم خصائص هذا الجسر ومراحل إنجازه، وسنعود لهذا الموضوع بتفاصيل أكثر في نشراتنا القادمة بحول الله.